ازعل منك ازاي وانا متجوزه احسن واحد بيفسر احلام؟ ما احسن واحد بيفسر احلام دي اللي جايبه لك كافيه. عندي زباين كتير جدا والله. من كترهم ايديهم نمت تليفوني بقيت افسر على التليفون. الو دكتور عاطف مفسر احلام، استشاره ولا حلم جديد؟ حلم جديد. اسمح لك يا فندم استاذ سيد. اكتب يا مدحون. استاذ سيد. ايوه اكتب استاذ سيد. حضرتك حلمت بايه؟ هاي حضرتك حلمت ان انت لابس جزمه ضيقه عليك. كمل. ايه الحلم خلص؟ حضرتك مكلمني عشان افسر لك ان الجزمه ضيقه عليك؟ تفسيره هيوصلك حالا يا فندم. معلش يا مدحون واحد بيهرب. يا حبيبي التليفون بيرن. الو دكتور عاطف مفسر احلام، استشاره ولا حلم جديد؟ حلم جديد. اسمح لك يا فندم استاذ مجدي صفحه الواحد والنبي. استاذ مجدي حضرتك حلمت بايه؟ هاي حضرتك حلمت ان انت لابس جزمه واسع عليك. كمل. الحلم خلص برضه. تفسيره ايه؟ تفسيره اللي هديك نمره سيد تبدلوا احلام مع بعض يا جزم. والله وحشني. حبيبتي وحشني يا مدحون. اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ عامله وحشني والله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام تمام. عاطف ازيك يا عم؟ ازيك حبيبي؟ ازيك حبيبي؟ ايه الحمد لله؟ عشت والله. الحمد لله على السلامه. ايه الحلاوه دي؟ عشت والله. طب مش تقول لنا انك جاي يا راجل؟ ربنا يخليك يا حبيبي. ابعت عربيه تجيبك من المطار. ربنا يخليك حبيبي. الحمد لله على السلامه. عامل ايه في الجواز؟ جواز الفل. 100 100 زي الفل الجواز يا حبيبي. وكله حلو ماشي؟ تمام الحمد لله. اوه مين المزه الحلوه اللي معاك دي؟ مزه مدي بنتك. بنت مين؟ بنتك انت. من مين؟ من مين؟ من حماده زكريا. مديحه مديحه مش القضايا ويا ابني والله ما بفضل. ربنا يكفيك قضايا الصبح. قضايا ربنا يكفيك جوح حبيبتي. ايه الحلاوه دي؟ هما اللي بيتجوزوا بيحلووا كده. عاملين ايه يا اولاد في الجواز؟ كله زي الفل يا عم الحمد لله. كله تمام تمام يا حبيبي الحمد لله. يكون مزعلك في حاجه املص ودانه. اوعى تكون مزعلك في حاجه املص ودانك برضو. املص ودان وبنتي ربنا يخليها لك ونفل حبيبي. طب كلمة سر كده. اتفضل حبيبي اتفضل. عاملة ايه يا حبيبتي؟ بس خليكي جدعة. أي حاجة يقول لك هات. حاضر. اعملي لي ايه؟ هات. خليكي شاطرة ناصحة مودرن. اطبخي لي ايه؟ هات. ها كده على طول ايدك دي ما تنزلش. هات. طول ما هو في البيت ايدك كده. لك عايزين نجيب عيل. هات بإيديك الاتنين. ها؟ خليكي زي أمك. امك مفنكشاني خالص. ازيك يا عم اخبارك يا وحشني؟ بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ انت بتطبخ في البيت؟ فشل مديحه اللي بتطبخ. بتغسل؟ مديحه اللي بتغسل. بتكوي؟ مديحه اللي بتكوي. بتعمل بدنجان؟ مديحه اللي بتقور. بتقور؟ اه. ما بتعملش حاجه تانية؟ مديحه بتعمل كل حاجه. يعني انت داخل بمجهودك بس. بابي في واحد سال عليك اسمه عبد النرويجي وقال لي ان هو من طرف البيجي بي. هقول لك عليه بعدين. عمي النهارده عيد ميلاد حضرتك. كل سنه وانت طيب. كرافته حمراء هديه يا حبيبي. كل سنه وانت طيب. كرافته حمراء شيك على فكره. ميرسي يا حبيبي. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. تحفه حلوه. تجنن جامده. مش دي الجاكيته بتاعتها ولا هي؟ الله يا بابي كرافته جنان. شفت عطوفه بيحبك قد ايه؟ فرحت بيه. هو حضرتك لابس كده ليه؟ كان عندي قضيه في المطبخ وطلعت البدنجان براءه. حبيبي ما انت عارف ان بابي بيحب يغسل ويطبخ غاوي يعني. يغسل ويطبخ شغاله في البيت يعني. ايه اللي شغاله يا يعني؟ انا ما قورتش البدنجان خلي بالك لسه. البدنجان صغير انا اقور حاجه كبيره. ها لم نفسك حبيبي عم والله. ما تيجي معانا شرم الشيخ؟ والله يا بابي فكره جنان على الاقل تغير جو. تعملوا ايه في شرم الشيخ؟ في ندوه لازم احضرها بتناقش علم وتفسير الاحلام والتلفزيون هيصورها. ده مالك ومال احلام؟ ازاي يا عم؟ ازاي بس ماله؟ انت مش عارف ان عاطف دارس علم نفس وعيادته فيها قسم كبير جدا لتفسير الاحلام وبعدين هو بيفهم في الموضوع ده كويس قوي. يعني الاحلام ده حقيقي؟ عمي انا معايا ماجستير تفسير احلام. يعني اقول لك الحلم ان شاء الله هيحصل التفسير. ممكن يعني؟ يعني ده بيحصل حقيقي؟ ايوه يا عم دي دراسه يا عم. اقول لك اي حاجه. طيب انت حلمت بحاجه؟ ثانية واحدة. امبارح والله يا بنتي لسه خير اللهم اجعله خير. خير ان شاء الله. ده بيطلع ورقة وقال دي دراسة يا عم. انا مش هقول لك أي حاجة. إن شاء الله هيحصل التفسير. حلمت كده قال إيه؟ خير اللهم اجعله خير. خير إن شاء الله. إن أنا وزكية مراتي حمادي واقفين على السطوح كده. خير اللهم اجعله خير. خير إن شاء الله. واقفين وقفة رومانسية أنا وهي.
والقمر قدامنا كده متدلدل رايح جاي. متدلدل؟ كان متدلدل ما اعرفش ليه، الظهر ما كانش لاقي مكان. اهو حلم بقى، انت عارف الاحلام دي. ايوه يا حبيبي ايوه. فانتازيا، ده فيها شويه فانتازيا. اوعى تكون الفانتازيا دي بتاثر عليك. لا يا حبيبي خالص. انت بتفسر فانتازيا؟ بفسر كل حاجه اي حد. اوكي. قعدت بقى ادلعها كده واغني لها واقول لها بحبك وحشتيني يا رومانسي، بحبك وانت نور عيني، الله عليك، ولو انك مخزقه عيني بحبك موت. هي اتدلعت بقى وراحت عامله كده، ورحت انا شايلها كده وبكل رومانسيه، ورحت راميها من فوق السطوح. رميت امك من فوق. الله الله يا، وهي نازله والفستان طار وحالتها كانت نيله. ده تفسيره ايه يا شيخ سيد؟ هسألك شوية أسئلة على أساس هقدر أفسر حلو. أوي أوي. أنت غنيت لحماتي ورحت شايلها ورميها من فوق سطوح. الحمد لله. كان سطوح العمارة دي. آه. العمارة دي كم دور؟ 27 دور. 27 دور. في ترخيص في الحي بال 27 دور؟ ترخيص؟ في ترخيص؟ ضروري ولا العمارة تقع؟ المحافظ ماضي على الترخيص. محافظ؟ آه. مش عارف يا ابني، اصل انا مشغول ازاي حرمي الوليه، مش فاضي بقى اشوف المحافظ ماله. الراجل ماضي؟ ضروري يمضي. ماضي اه. العماره ليها بواب؟ ايوه ليها بواب. ليها بواب؟ ايوه ايوه قاعد تحت. ليها بواب. معاه بطاقه؟ معرفش، انا شفته قاعد بيعد صوابع رجليه، معرفش كان فيه ايه. وصل لحد 12، معرفش. يبقى معاه بطاقه. البواب خلص جيش؟ يا ابني انا مش فاكر، هو قاعد يعد ويخلص ويعيد تاني، يلاقي صباع ناقص، صباع زياده، الراجل مشغول بقى. يبقى خلص جيش. يبقى خلص. آه. طب عمي البواب لما بتندهه بيطلع؟ لا بيقلع. طب الاسانسير صناعه ايه؟ الواد ما فطرش. مش عارفه ماله. صيني صغير. صيني صغير. هايل يا عم، اسانسير صيني وغنى لحماتي وراح راميها. عمي تفسير الحلم ده ان البواب هيموت. خد يلا. ايه؟ انت فهمت غلط. ليه؟ البواب قاعد تحت بيعد في الصوابع. اه؟ انا شلت زكية من فوق ورميتها من فوق. انت مش رميت زكية؟ مراتي من فوق. يبقى البواب هيموت تحت؟ هيموت منين؟ ده قاعد تحت بيعد. ايوه. وزكية هي اللي فوق. ايوه، مش انت رميتها؟ اه. البواب هيموت. لا يا راجل. اه والله. طب افرض انا سبت زكية تحت. اه. وخدت البواب بيعد صوابعه فوق. اه. على السطوح. اه. ورميته هو، مين هيموت؟ زكية. الحلم اللي جاي ان شاء الله.